أهلا بكم في درس جديد من دورة تعلم الفلتر. نكمل معكم بتعلم المزيد عن هذه اللغة الحديثة. فقد قلنا بتعلم في الدرس الماضي كيفية القيام باستخدام الكنترولر على التكست فيلد هنا. فإذا قمنا على سبيل المثال الآن بإدخال ما نشاء، نراه كيف يقوم بنسخ هذه المعلومات ووضعها في النيم فيلد، وذلك استنادا لهذه العملية. الآن دعوني أقوم بدمج بعض الأكواد الموجودة في لغة البرمجة دارت بشكل مستقل وكيفية القيام باستخدامها في الفلتر. على سبيل المثال، نعلم أنه إذا أردت القيام بطباعة أي شيء في لغة البرمجة دارت، أقوم باستخدام البرنت. فإذا قلنا هنا مثلاً هلو بهذا الشكل وقمنا بالتحديث، فالآن إذا قلنا بالضغط على هذا الزر، سوف نرى طباعة كلمة هلو، ولكن نراها في الكونسول. فنقوم بالذهاب إلى اللوج كات، فنراها بهذا الشكل. وفي كل مرة نقوم بالضغط على هذا الزر، نرى هذه الهلو بهذا الشكل. جيد جدا. دعوني الآن أقوم بكتابة تابع قمنا باستخدامه سابقا في لغة البرمجة دار خلال الدورة التخصصية، وسوف نسعى للقيام باستخدامه وتحويله إلى تطبيق فلتر. التابع هو أو البرنامج كان على الشكل التالي: نقوم هنا بإدخال birthday الديت، ومن ثم نقوم بالقراءة عن طريق الكونسول. نرى هنا أنه يوجد خطأ، وذلك علي القيام باستيراد مكتبة دارت هنا، فنقول import dart input output بهذا الشكل. لنرى، ترى المشكلة قد حلت، تمام. ومن ثم نقوم بتحويلها إلى string ونقوم بمقارنتها مع الديت الحالي وذلك لحساب الايج، ومن ثم نقوم بالطباعة. ولكن الآن إذا قمنا بتجريبها سوف نرى كيف سوف يفشل هذا الابليكيشن. لماذا؟ دعونا نرى. إذا قمنا بالضغط هنا على هذا الزر سوف نرى كيف أنه قام بتوليد هنا please enter your birthday، ومن ثم قام بطباعة نم، أي أنه لم ينتظر ويعطيني المجال للقيام بالإدخال. لذلك في حال قمت باستخدام هذه التعليمات عند الفلتر، فلا أقوم بالقراءة باستخدام هذه التعليمات المجردة، وإنما أقوم بالاستخدام والقراءة عن طريق هذه الكومبوننتس كما سوف نرى. فهنا دعوني أقوم مثلا بتعليق هذه الكونتينرز باستثناء واحدة وذلك من أجل الإدخال. فنقول هنا قم بتعليق هذه لنرى، فنراها بهذا الشكل. جيد. الآن سوف نقوم بطباعة عبارة please enter your birthday، وذلك قبل القيام بإدخال هذا التكست فيه. فنقول مثلا هنا كهين please enter your birthday، وهنا نقول date field. دعني أقوم بحذف هذه، نراها بهذا الشكل. دعني أقوم هنا بإضافة أيقونة مناسبة، مثلا person، أعتقد سوف تكون ملائمة، تمام. ومن ثم سوف نسعى إلى قراءة هذه التعليمة وتخزينها في هذا الكنترولر، وبعدها أقوم بتمرير هذه التعليمة هنا. وبدل القيام باستخدام هذه سوف أقوم بتعليقها، وبدلا من ذلك سوف أقوم باستخدام text field controller ومن ثم text بهذا الشكل، تمام. يقوم هنا بالمعالجة ومن ثم الطباعة. دعوني أرى الآن، طبعا لا حاجة لاستخدام هذه لأنني قمت بتعليق الكونتينر والتكست فيلد الذي يقوم باستخدام هذا الكنترولر. لنرى الآن إذا قمت باستخدام مثلا الـ age أو الـ date، فنرى هنا please enter your birthday، your birthday is 1993 1993 و your age is 28، تمام. إذا الخوارزمية الآن تعمل دون أي مشاكل. جيد جدا، ولكن علي القيام باستخدامها وطباعتها ليس في الكونسول هنا وإنما على الجوال. للقيام بذلك سوف أقوم إما باستخدام تكست عادية هنا، مثلا بعد القيام بإضافة هذا الكونتينر، دعوني أقوم مثلا بإضافة كونتينر آخر، وهنا سوف نقول مثلا قم بإضافة child والذي يعبر عن التكست بهذا الشكل. دعوني أرى، أعتقد هنا علي القيام بإضافة فاصلة. وبالنسبة للتكست سوف أقوم بإضافة متحول هنا، مثلا سوف نقوم بتسميته string، في البداية يساوي القيمة الفارقة، وبعدها سوف أقوم باستخدامه ووضعه هنا، وسوف أقوم بالتعديل على هذه القيمة عند الضغط على هذا التابع. فنقول هنا هذه الستينج قم بإضافة إليها هذه القيمة هنا، تمام، وأيضا قم بإضافتها هنا. فنقوم بإضافة الأيج بعد ذلك. لنرى الآن هناك بعض المشاكل، دعوني أرى. أعتقد تمام. فالآن إذا قمت بإدخال مثلا age مختلف،
1994. فنرى هنا your birthday is 1994 and your age is 27. ممتاز. في هذه الطريقة أستطيع القيام بالكتابة والتعديل كيفما أشاء. وأيضا أستطيع القيام بعرضها ليس هنا كتكست وإنما كديالوج. وذلك بشكل مشابه للتوست هي الأندرويد فيقوم بعرض رسالة هنا تظهر بشكل مستقل واحترافي. للقيام بذلك سوف نقوم باستخدام مثلا Alert Dialog. فمثلا إذا قمنا باستخدامها هنا أعتقد سوف تقوم بإعطاء بعض المشاكل. على سبيل المثال إذا قلنا هنا Show Dialog وبالنسبة للكونتكست قلنا قم بإضافة كونتكست أعتقد سوف يقوم بأخذه من البيلدر هنا ولكن أعتقد سوف يقوم بتوليد مشكلة. لنرى وهنا سوف أقوم بكتابة تابع يعبر عن هذا الكونتكست. وهنا بالنسبة لجزء التابع سوف أقوم باستخدام Alert Dialog فنقول Return لAlert Dialog وذلك نسبة إلى الكونتنت والذي يعبر مثلا عن Text أقوم بإضافة هذه الستريك لهذا الشكل وأعتقد هنا أيضا فاصلة موقوفة. لنرى الآن إذا قمنا بالتعديل مثلا 92 وقمنا بالضغط على هذا الزر أعتقد تولدت مشكلة. هنا إذا قمنا بالاطلاع عليها فسوف يقول No Material Localization Found. هذا الخطأ أعتقد وذلك نسبة إلى أن هذا الكونتكست لم يقوم جلبه بالقيمة الكافية. بينما إذا قمنا بالذهاب إلى الكونسول هنا فنرى كيف قام بمعالجتها ولا يوجد مشاكل. لذلك من أجل القيام هنا بالحل سوف أقوم بكتابة هذا التابع بشكل مستقل خارجا. فنقول مثلا على سبيل المثال في هذا المكان قم بتعريف تابع يسمى شوب مثلا وهنا سوف أقوم بتعريف محول ناف جلوبال كي يعني أقوم بوضع التايب الخاص بها والتي هي نافيجيتور ستيت. جيد من ثم سوف نقوم باستخدامها في هذا المكان فنقول هنا قم باستخدام string وهنا قم بالتعبير عن الكونتست وهنا current state ومن ثم overlay وبعدها contest في هذا الشكل. ولكن هنا أعتقد علي القيام بإضافة احتمالية أن تكون هذه null في هذا الشكل وهذا الشكل. بعدها أقوم بتعريف الديالوج وأقوم هنا بحذف هذه لا أريدها من هنا وبدلا من ذلك نقول هنا قم بتعريف ديالوج يساوي alert dialog وهنا بالنسبة للكونتنت سوف يساوي التكست الممرر كباراميتر وبعدها سوف نقول هنا قم باستخدام هذا الديالوج المعرف وذلك في الشو ديالوج فنقول هنا شو ديالوج بالنسبة للكونتست قم باستخدام هذا الذي قمنا بتعريفه وهنا بالنسبة للبيلدر نقول سوف نقوم بكتابة لامدا اكسبريشن ونقوم باستخدام هذا الديالوج طبعا مع قيمة ممررة x بهذا الشكل. لنقوم الآن باستخدام هذا التابع إذا قمنا باستخدامه واستعراضه فقلنا شو على هذه الستين بهذا الشكل فالآن نرى هذه الكتابات أعتقد في كل مرة يقوم الإضافة عليها لذلك فأنا أقول هنا بعد القيام بالشو قم بإعادة الستين إلى الحالة الافتراضية والتي هي الحالة الفارقة. فالآن دعوني أقوم بالكتابة مثلا 1993 دعوني أتأكد قام هنا بالطباعة على مشكلة ولكن بالنسبة للديالوج هنا أعتقد يوجد مشكلة من ناحية القيام بتعريف هذه المتحولة. أعتقد يلزمني أيضا هنا القيام بتعريف متحول في هذه الماتيريال أبليكيشن. فإذا قلنا نافيجيشن كي سوف تكون هذه النافيجيشن. لنرى الآن دعوني أرى إذا قمنا بالضغط على هذا الزر نراها بهذا الشكل. جيد جدا قام هنا بطباعة جميع هذه العمليات. دعوني أقوم بالتعديل عن هذه القيمة السترينج. في كل مرة تقوم بالإضافة ابدأ بداية هنا من تصفير هذه القيمة. لنرى الآن سوف أقول 1993 فنراها بهذا الشكل. جيد جدا. إذا بهذه الطريقة أستطيع القيام باستخدام الديالوج أو القيام باستخدام النص بشكل مباشر والقيام بطباعته. ممتاز. إذا قلنا 1980 فنراها بهذا الشكل. بهذه الطريقة أستطيع القيام بالاستخدام
والتحكم، ونرى الديناميكية إما نقوم باستخدامها في الكونسول أو ضمن ديالوج أو في نص عادي. وهناك الكثير من الخيارات التي أستطيع القيام باستخدامها. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لليوم. أرجو أن يكون الدرس قد نال إعجابكم، وألقاكم في الدرس القادم. سلام.